بعد 5 سنوات من العمل والتحضير أنتجت جمعية الحفاظ على القرآن الكريم في الأردن مشروعاً لتفسير القرآن بلغة الإشارة، خطوة مشاهدين غير مسبوقة وضعها القيمون على المشروع في 60 حلقة تلفزيونية، ويهدفون لإيصالها إلى أكثر من 10,000 أصم في الأردن. غسان أبو لوز والتفاصيل. الأسئلة الصامتة التي كانت تراود أحمد وصالح منذ زمن وجد لها أجوبة أخيرا. الصديقان اللذان يعانيان من الصمم باستطاعتهما الآن فهم معاني القرآن الكريم. كان سهلا على هؤلاء القراءة والكتابة، لكن لم يكن بمقدورهما معرفة تفاسير القرآن، إلى أن أنتجت جمعية المحافظة على القرآن الكريم مشروعا لتفسيره بلغة الإشارة للصم. بقول يعني أنا كنت مثلا مرات كثير في البيت أشوف والدي أو والدتي يقروا قرآن وكذا، أقول لهم شو هذا، شو بتقروا، شو كذا، احكوا لي، ما بيعرفوش ترجمة، يعني ما بيعرفوا ترجمة. فكنت حاب، يعني كان عندي يعني فضول إني أعرف شو في بهالقرآن. يعني صحيح إني بعرف في شغلات بسيطة، بعرف إنه تشريع وبعرف إنه دين وكذا، بس كنت حاب أعرف. الآن بوجود المترجم، وجود تفسير قرآن مترجم، يعني أصبحت الأمور ممتازة. يعني هو تشريع، هو بيقول القرآن تشريع رباني في كل أمور الدنيا كاملة يعني، وإحنا حابين نعرف هاي الأمور مشان ما نقعش في أخطاء. إن ربك فعال لما يريد. المشروع يعد الأول من نوعه تاريخيا، وهو عبارة عن 60 ساعة تلفزيونية تقدم تفسيرا كاملا للقرآن بلغة الإشارة. هذه المادة استغرقت نحو 5 سنوات من العمل، استندت فيها اللجنة المعدة والمؤلفة من علماء دين وخبراء إلى أشهر كتب التفسير. الجمعية ومن خلال مشروع تفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة تهدف الوصول إلى نحو 5,000 أصم حتى نهاية العام الحالي، علما أن هناك تحديات تقف أمام وصول هذا التفسير إلى أكثر من 10,000 أصم في الأردن. ولعل التمويل أبرز الأسباب التي تعيق انتشار هذا المنتج، إذ تبلغ كلفة النسخة الواحدة 150 دولارا. كلفة 5,000 هي 500,000 دينار أردني، أي ما يعادل 750,000 دولار تقريبا. العائق المالي يقف أمامنا. حتى الآن يعني الجمعية أمنت بقرابة 2,000 نسخة مجانية للصم. هذا وتقيم الجمعية الأسبوع المقبل حفلا لتوزيع الدفعة الأولى من نسخ التفسير المجانية على الصم، بهدف تقديم خدمة تعليمية ودعوية إلى شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة. غسان أبلوز، العربية، عمان. نتحدث أكثر عن هذا المشروع القيم. ينضم إلينا من عمان المدير العام لجمعية المحافظة على القرآن الكريم عمر أصبحي. أهلا فيك في صباح العربية. إذن هو تفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة، ومعروف بأنه يعني نصوص القرآن الكريم فيها الإعجاز اللغوي وفيها الدقة التفسيرية والفقهية. أديش كان يعني من الصعوبة في مكان أن ينجح هذا المشروع لتفسير الآيات القرآنية، خصوصا تلك التي تحوي مثلا أحكام فقهية، من خلال لغة الإشارة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أشكر قناة العربية، وصباح الخير لكم ولجميع المشاهدين الكرام. الحقيقة هذا المشروع كان تحدي كبير، اشتغلنا عليه حوالي 5 سنوات تقريبا حتى أنجز. تم مراجعة مادة تفسير القرآن الكريم من قبل أحد العلماء المتخصصين، وكان في الواقع حل كل المشكلات التي كانت تصادف العلماء أثناء عملية التفسير. فالآيات المتشابهة وجد لها حل، أيضا الآيات التي تتحدث عن الغيب والآخرة، وكل هذه الأمور شرحت لمترجم الإشارة قبل البدء بعملية التفسير. يعني المترجم كان يجلس مع اللجنة فيستوعب معنى الآية ثم يقوم بشرحها بلغة الإشارة، والحمد لله رب العالمين كانت الأمور فوق المتوقع. طيب يعني كيف 5 سنوات من العمل على هذا المشروع، اشرح لنا يعني لماذا أخذ كل هذا الوقت؟ هذا المشروع يعتبر الأول في تاريخ البشرية، وهو الأول في تاريخ الإسلام، أي منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا لم يفسر القرآن الكريم لهذه الفئة. فجاءت جمعية المحافظة على القرآن الكريم انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قامت
بتفسير هذا القرآن الكريم. أخذ 5 سنوات من العمل، لأننا نعلم أن القرآن حوالي 6334 آية، أكثر من 600 صفحة، كل آية لها أحكام شرعية، لها نظام معين، فلا بد الحقيقة أن يكون هناك تفسير كامل وواضح. فكان لجنة من العلماء يشرحون معنى الآية للمترجم، ويقوم المترجم بعملية يعني تفسيرها بلغة الإشارة. هذا العمل أخذ 5 سنوات، لأن الحقيقة العناية بالقرآن الكريم، وهو كما تعلمون جميعا القرآن الكريم هو الدستور وهو التشريع، فلا بد الحقيقة أن تكون الأحكام والتفسير يكون بطريقة صحيحة، لأنه ينتج عنه أحكام شرعية. ومن الجميل أنه أثناء عمليات التفسير تم إحضار بعض الصم لكي يشاهدوا عملية التفسير، وحتى ترى اللجنة أثر تفسير القرآن الكريم عليهم عندما كان يقوم المترجم بذلك، وكان أحد الصم قد أجهش بالبكاء. أيوة. فالعلماء سألوا المترجم: لماذا هذا الشاب يجهش بالبكاء؟ فسأله فأجاب بلغة الإشارة وقال: أشعر أن القرآن الكريم كأنه يتنزل الآن. أيوة. طيب، من خلال يعني التقرير اللي عرضناه يعني لاحظنا بأنه أيضا وإن استغرق العمل 5 سنوات، لكن لم تكن 5 سنوات يعني محفوفة بالورود، إنما على ما يبدو 5 سنوات عجاف على صعيد إنجاز هذا العمل لدقته صعوبته عدم وجود تمويل على ما يبدو. هل بالفعل هكذا كان؟ نعم يا سيدي، الإحصائيات تتحدث أنه في الأردن في أكثر من 17,000 أصم، وفي العالم العربي مئات الآلاف، وفي العالم الإسلامي في ما لا يقل عن 3 مليون أصم. وتعلمون أستاذي الكريم أن لغة الإشارة هي لغة موحدة بنسبة 80% أو 85%. فهذا المشروع هو مشروع ريادي ودعوي، وهو مشروع قرآني لكل البشرية جمعاء. أثناء عمليات التفسير ظهر عندنا في مشكلة في التمويل. تعلمون أن هناك استئجار استوديوهات، وأن هناك مكافآت ومبالغ طائلة. الحقيقة إحنا اليوم نتحدث عن 5,000 أصم استهدفناهم في عام 2011 حتى نوصل القرآن الكريم مفسرا لهم. وتعلمون أن نسبة الأمية بين الصم تزيد على 95%، فالقراءة والكتابة التي نعرفها نحن هم لا يعرفون منها إلا رؤوس الأقلام. صحيح. نحن حتى الآن وفرنا 2,000 نسخة، بقي علينا 3,000 نسخة. نعم. النسخة الواحدة ب$150. نحن نهيب بجميع المحسنين في العالم العربي والإسلامي أن يمدوا أيديهم لجمعيتنا حتى توصل. نعم. القرآن الكريم مفسرا غضا طريا لهؤلاء الصم جميعا. نعم. الذين جلهم كما نعلم من الفقراء، فنحن نبارك هذه الخطوة المباركة، ونقول إنه هذا التفسير يجمع بين العلم النافع والصدقة الجارية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نعم اسمح لي بس قبل ما يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. نعم. ومنها صدقة جارية وعلم ينتفع به. تفضل. نعم. طب بس باختصار شديد جدا، هل يعني يبدو أنه بالفعل انتهى وقتنا للأسف؟ شكرا جزيلا لك من عمان المدير العام لجمعية المحافظة على القرآن الكريم عمر الصبيحي.